الأردن بلد المعمودية والقداسة، الأرض التي خطى فيها السيد المسيح، ووديانه التي مشى فيها قديسون كثر. بين جباله عاش نساك ورهبان نذروا حياتهم للرب الخالق. حين نبحث في آثاره نجد الكثير من الكنائس التاريخية التي تشهد على عمق الحضارة المسيحية. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. نورسات الأردن، وضمن جولتنا الأسبوعية في العديد من الكنائس داخل العاصمة عمان وخارجها، وضمن سلسلة حلقات كنيستي، زرنا كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء. تعود بدايات الكنيسة لعشرينات القرن الماضي عام 1931 بتبرع سخي من عشيرة الجيسات، ودشنت في عهد المطران بولس سلمان أول مطارنة الروم الكاثوليك في الأردن. تحوي الكنيسة في داخلها على العديد من الأيقونات للسيد المسيح ووالدته القديسة، وأيقونات أخرى للقديسين. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. أسست الرعية من حوالي 1922-23، بدأت الرعية بتوافد كهنة كهنة الروم الكاثوليك اللي كانوا بتواجدوا في السلط، لأنه المدينة الأقدم بالنسبة للفحيص، وتواجدوا الكهنة هنا يخدموا الرعية. وبدايات الرعية كانت بالعشرينات، بسنة 31 تم التبرع في جزء من قطعة الأرض، هذه قطعة أرض الكنيسة واللي انبنى عليها هذه الكنيسة، من جماعة من عائلة الجرسات. وثم المطرانية فيما بعد اشترت القطع الأخرى وتوسعت، وهلأ الدير حوالي 8 دنم. كما تحوي الكنيسة في رسوماتها على أيقونة الأرحب من السماوات لوالدة الإله، وأسفلها المذبح الذي يحوي على ذخائر للقديس جورجيوس شفيع الكنيسة والرعية. هذه الأيقونات بالذات في كثير من الكنائس بيحطوها طباعة، لكن هاي الأيقونات هنا أوريجينال أصلية، رسم يدوي. إذا بتنتبهوا في الكنيسة الشرقية، أول شيء في عنا الإيكونوستاس السيد والسيدة، وأيقونات الرسل والعشاء السري والصليب والعذراء ومار يوحنا، ثم أيقونة شفيع الكنيسة والبشارة وغيرها، ثم الأيقونات الـ 12 اللي على حوالين الكنيسة. وهذه الأيقونات الـ 12 اللي بتحكي عن تاريخ الخلاص، تاريخ الخلاص من البشارة إلى الميلاد إلى الدخول إلى العماد إلى نهاية بانتقال سيدتنا مريم العذراء إلى السماء. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. إلى جانب الكنيسة هناك مزار للسيدة العذراء دشن عام 2015 من قبل المطران ياسر العياش، حيث تضاء الشموع أمام تمثال السيدة وترفع النوايا والتضرعات، ويلتمس المؤمنون هناك شفاعة الأم المعزية. هذه الكنيسة بنيت على عهد المطران بولس سلمان، اللي هو أول مطارنة الروم الكاثوليك في الأردن، واللي بعدين على زمن المطران ميخائيل عساف انشرت قطعتين إلى ملاصقة للدير،
ومؤخرا اشترينا دنم ونص مؤخرا يعني من شي 3 سنين على عهد المطران ياسر عياش. بالكنيسة كمان هون في مزار للعذراء، وهذا المزار للعذراء اللي دشناه من حوالي 3 سنين كمان دشن المطران ياسر. تضم كنيسة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك ما يقارب 350 عائلة من أبناء الرعية، كما تحتضن حوالي 250 عائلة عراقية مهجرة يحتفل فيها أبناؤها بمناسباتهم الخاصة، كما تقام فيها القداديس الإلهية والاحتفالات الدينية والتي تتشارك فيها مع الكنائس الأخرى اللاتين والروم الأرثوذكس في ذات البلدة، ومنها التقليد الذي يلتئم فيه أبناء الرعايا من الكنائس الرسولية الثلاث في بلدة الفحيص سنوياً للاحتفال بدرب الصليب يوم الجمعة العظيمة. الرعية هنا بتعد زي ما حكينا 350 عائلة، ولكن في نشاطات لجميع الأعمار، في نشاط للأطفال كل يوم خميس، وفي نشاط للشباب الجامعيين والعاملين كل يوم خميس بعد الظهر. ولما إجوا توافدوا من 3 سنين العراقيين أهل الموصل اللي إجوا من الموصل استقبلناهم هنا كمان ورحبنا فيهم وساعدونا الرعية، يعني إحنا في تيم في فريق ساعدنا لحتى يعني نحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان. إحنا هنا طبعاً يعني واحد من 3 كنيستنا يعني رعية من 3 رعايا موجودة بالفحيص، في رعية الروم الأرثوذكس كمان بالفحيص، وفي رعية اللاتين كمان بالفحيص، وإحنا رعية الروم الكاثوليك. نحكي من الوقت اللي أنا فيه موجود هنا ما شعرت إلا في ألفة وفي محبة بين كل الرعاة بين كل الكنائس، إحنا واللاتين والأرثوذكس في لقاءات دائما بتجمعنا إحنا ككهنة، وفي أشياء نشاطات بنعملها مشتركة، مسيرات بنعملها مشتركة كلنا مع سوا 3 كنائس، بنطلع مثلا درب الصليب في الجمعة العظيم المقدس إحنا واللاتين والروم الأرثوذكس، من كنيسة اللاتين إلى كنيسة الروم الأرثوذكس إلى كنيستنا إلى المقبرة. وهذه المسيرة مسيرة درب الصليب هي يعني تقليد مهم في الفحيص أصبح، لأنه بيجوا من الفحيص ومن خارج الفحيص بيجوا يشتركوا في ألام المسيح وصلبه وموته إلى آخره. وتبقى هذه الكنيسة العريقة حافظة وجامعة في محبتها للجميع، فما أعظم مساكنك يا الله، وما أروع الهيبة للدخول إلى حضرتك. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد.